الاسم ديالي زينب زروق، العمر ديالي 47 عام. حلاش جالسين هنايا؟ الراجل عمل لي هذا المشكل هذا، خرجني فهمتي من الدار، كنا كارهين ساكنين، عمل لي الفوضى في الدار ديال الناس، هرس لي الباب ديال الناس وخرج فهمتي وخرجنا. كنت كنسكن في درادب، فيما خرجنا من درادب مؤخرا كنا في درادب، هذا الشيء وقع في شهر جوج فهمتي، وانا خرجنا فهمتي دا العواول عند خوتو كاسافراتا فهمتي. مشيت انا في ذاك النهار هذاك مشيت حالين الدار ديالنا، جيت في الصباح جبرت فهمتي العواول والو، الدار خاويه، دالي الحوايج، دا كل شيء فهمتي. مشيت شي ايامات من الدار ديالنا، العواول جابوا ملي جاب لي هادو ثلاثه وجوج خلاهم معاه. المشكله انا قلت لك هرس الباب فهمتي، كيعمل فوضى في الدار، في الديار في الدار ديك الكرا كيعمل فوضى. بعض المرات الكرا ما كيبغيش حتى يخلصوا، هناك الناس كانوا كيخلصوا لنا الكرا فهمتي، معاونين لنا في الكرا، الماء والضو ما كانش حتى كيبغي يخلصوا. والله العظيم مشيت من الدار ديالنا فهمتي، مشيت من الدار ديالنا جاب لي ثلاثه العواول، الصداح بدا كينوض في الدار ديالنا، قالوا لي ولادك مشي ديهم له فهمتي، ولادك ديهم له ما عادك اجي نتينا، ولادك ديهم له اجي نتينا، اجي ادخل ولادك. لا قلت لك شهر جوج وقع هذا الشيء، في الاخر شهر جوج وقع هذا الصداع هذا، ومن تماك وحنايا طايشين كل مره وفاين. في شي دار مهجوره كنمشي ليله، شي موت فهمتي، هيدا كنت كنعس في جامعه ايبيريا، شحالي وانا في جامعه هنايا ايبيريا كيجي المقدم كينوضني فهمتي، موت المهم موت مقدم فيما شافني كينوضني، مقدم مداد المدينه فهمتي، فيما كيشوفني كينوضني فهمتي. مشيت لعين قتيوط، مشيت فهمتي، ما خليت فين نمشي. اي أيوة والله هي هي حاولوا فهمت، كانوا كيسرقوني هنا في ايبيريا، كانوا كيسرقوني هنا في جامعه ايبيريا، كانوا كيسرقوني، كانوا كيحاولوا الاغتصاب، يغتصبوا لي العواول، كيبغيو فهمتي تاع لي انا فهمتي. كنبات فايقه والله الا كنبات فايقه، كنعيا من جريو عليهم. هذا مره اخرى ضرب واحد بالحجره فهمتي، كان كيمشي فهمتي، يبقى 3 ايام و4 ايام عاود يجي، حتى نوض انا معاه فهمتي. قلت له اش عندك معاه، اش عندك تاديني، اش عندك تجي لي انا؟ واحد النهار قال لي لا انا كنفتش على ولدي، ولدي سلف لي. قلت له كتفتش على ولدي، كتجي عندي انا هنا تفتش لي، تفتش على ولدك؟ انا ما عندي ابو ولاد هنا، انا عندي غير ولادي، ما عندي ما نعمل بولاد الناس فهمتي. وجاو شي الناس كنا فهمتي، كانت كطيح الشتا هنايا، طاحت الشتا، ومشينا لواحد المتعرف هنا، واحد الدار تحت عند البارك، ودرقنا فيها، قالوا لي ماشي كريو لي دين فهمتي، داونا للجمعيه الزيات، ما بغاوش يدخلونا فهمتي، قالوا لي انتينا لا ما ندخلوكم، فكندخلوش الاسره كون مشينا وهادي وفهمتي. وقالوا لي كانوا قالوا لي ماشي كريو لي وفهمتي، ما كملوش على الهضره على الكلام ديالهم. وكان جيت فحالي اني هنايا، ملي كتفطر الشتا كنجي فحالي اني هنايا. عمر الغاجو عندي 15 عام، خلق في 2004. حنايا ديك الوالد الزبل خرجنا، كنا ساكنين الدار واعره مأتته كامله مجهزه بالفراش ديال النعاس وكل شيء ديالها، شبر وهرس هرس الباب ديال الناس وهرس الجيجه وهرس الدار الناس، وحنا جراو علينا. مشينا معاه خمسه بينا، مشينا معاه كاسافاراتا، وديك الساعات قازت شي ايامات وحنا جينا عند الوالد شهر ثلاثه كان واقيلا، كيحاولوا يسكرفصوا علينا. واحد كان كيجي من ايبيريا مرة عطيت له الحجره من الرجل، اقسم بالله خصني نرجع للدار ونتعلم الصنعه، خصني شي قراءه ونقول لهم يضب يكريونا شي بيت والسلام، كريونا عي شي بيت نتجمعوا فيه والسلام.